فاضي شوي مروان؟ فاضي، شو بدك؟ أنا لازم أحكي معك بموضوع مهم. عم اسمع. اليوم الصبح حكيت مع كارلا. في موضوع ضروري تدرى فيه. شو هو؟ ثواني. نعم إسراء؟ مروان، أنا جبت كارلا على المستشفى وهلأ هي بالإسعاف. شو؟ ليش شو صار؟ شفتها عم تصرخ من وجعها قدام الشركة، قمت جبتها بسرعة على المستشفى. تمام، جاي. أنتوا بأي مستشفى؟ طيب تمام، شوي وبكون عندكم. مروان، شوفي كارلا تعبت ووقعت وإسراء نقلتها على المستشفى. شو عم تقول لي؟ كيف هلأ منيحة؟ ما بعرف. إسراء، أنت منيحة؟ خسرت البلد. مين مع كارلا؟ أنا جيت معها. خير؟ في شي؟ طمنيني، وضعها منيح؟ إيه، كارلا خانم وضعها منيح. بأول أسابيع من الحمل طبيعي يكون في مغص وتشنجات، ورح تحكي مع الدكتور يلي عم يتابعها، يعني ما في أي شي بخوف، وإذا بدك فيك تشوفيها. شكرا لك دكتور، الحمد لله على سلامتها. إسراء، كيفها؟ قالوا لك شي عنها؟ شو صار معها؟ لا، هي منيحة كتير. قال بيصير هيك شغلات بأول أسابيع الحمل، وقال خليها تروح لعند دكتورة. أنا رح روح، أنتوا اهتموا فيها. شكرا إسراء. كارلا، انت منيحه؟ ايه منيحه كينا. مروان، انت كمان اجيت؟ انت منيحه؟ ايه منيحه، ومو بس انا، وابننا منيحه كتير. انا منيحه، اذا بدكم خلونا نروح. خلينا نطلع.